بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا في باقي الأفكار، أهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير دايما. كل سنة وانتم طيبين. احنا النهاردة معانا يوم للحصاد، راح نحصد ايه النهاردة؟ النبات الجميل اللي احنا شايفينه والأزهار الرائعة دي بألوانها، عبارة عن بتلات نبات القرطم اللي احنا بنستخدمها وبنسميها العصفر. احنا بنجمعها بعد ما توصل لمرحلة النضج والجفاف على الازهار بتاعتها، بتكون عقدت وكونت اهي الثمرة، تكون البذور من الداخل هنا الكبسولة الكبيرة دي، ودي البتلات اللي احنا بنجمعها ونستخدمها ونسميها عصفر. بنستخدمها طبعا استخدامات كتيرة جدا، انا هورلكوا عليها وهكمل لكم بقية الوصفات في صندوق الوصف. المفروض انا لما اخدها بستركها على الثمرة كده لما تجف تماما واقدر اجمعها منها كده، اهو اهي هنا البتلات لسه غضة مجفتش، اهي اهي هنا ابتدت في مرحلة الجفاف، هنا جفت هقدر كده اجمعها، اهي لونها رائع جدا بين الاصفر والبرتقالي، اهي هنجمعها كده بالشكل ده. ده بتلات نبات العصفر. طبعا كل الناس بتعرف البتلات دي واستخدامها علشان المخللات فقط، لكن انا هقول لكم على سر كبير جدا النهارده. لما تعملي اي نوع مخلل، اي نوع مش بس الليمون، حطي على وجه البرطمانه من فوق تحت الغطايه بالظبط كميه من العصفر، وانت مش هتشوفي اي نوع من العطب او العفن يصيب المخلل او يعمل له تحلل ويبتدي يحصل فيه ليونه وطعمه يتغير لو انت حطيتي جزء من العصفر ده فوق وش الازازة من فوق. جربي وانت هتدعيلي لما تشوفي النتيجة. طيب ايه الاستخدامات التانية اللي احنا بنستخدم فيها العصفر؟ تعالوا اقول لكم، اعملوا لايك للفيديو وتعالوا نكمل مع بعض.